في الخليج، وفي سيكشن غرب زعفرانة 40 كيلو. ارتفاعات المعادي 4 كيلو و3 كيلو ونص. المعادي دلوقتي واخد اتجاه الشرق، واخد اتجاه 80، ومسافته من الخليج غرب الخليج 20 كيلو. اوكي مش هنلحق. روجر، احنا في المعادي دلوقتي دخل جوه الخليج وبيعمل تيرن رايت شرق زعفران 10 كيلو، بالنسبه لنا هيبقى الساعه 11، المسافه 150 كيلو. نازل على الطريق اللي في الوادي بتاع بير عريضة ومعايا 100 لتر. خلي بالك بالمعادي، خلي بالك بالمعادي. مشكور. تقريبا خير هينزل عشان يطلعه الهليكوبتر. ده شيء يعني انا قاعده بسمعه، انا دي اول مره اشوف ده. احكي لنا ايه القصة دي، وايه يعني ايه معاك 100 لتر بس؟ بعد الفيديو ده كان امتى سيادة اللواء؟ ده 73 فبراير 73.